الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء استضاف لأول مرة الاجتماع 47 لمجلس أمناء المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية، واللي عقد على مدار يومين. والاجتماع ده بيستهدف متابعة مهام الأجهزة الإحصائية على مستوى الوطن العربي والأنشطة اللي تم تنفيذها خلال 2022. شوف مع حضراتكم تفاصيل هذا الاجتماع من خلال هذا التقرير. الحقيقة مهام الأجهزة الإحصائية طبعا هي المسؤولة عن الإحصاءات الرسمية في الدولة، وهي المصدر الرسمي للبيانات والإحصاءات والمعلومات اللي بترصد الواقع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لهذه الدول. عايز أقول إن الاجتماع المعهد أو اجتماع أو استضافة مصر اجتماع المعهد في مصر ده بيأتي الحقيقة في إطار المزيد من الانفتاح للمعهد على المجتمعات الإحصائية المتمثلة في الدول العربية المختلفة. الهدف منه طبعا إن احنا ندعم دور المعهد العربي للتدريب في رفع القدرات الإحصائية للأجهزة الإحصائية، وأيضا إن يكون ليه دور فاعل وفعال على المستوى الإقليمي والدولي. أهم دور هو دور استراتيجي ودور حيوي، هو يعني جمع البيانات الإحصائية، معالجتها، تحليلها، ووضعها على ذمة المستخدمين، وخاصة يعني الحكومات والقطاع الخاص والجامعات ومنظمات الأهلية، لإعداد الدراسات، لإعداد الخطط الاستراتيجية، لرسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية في مختلف البلدان. يعني دورها حيوي وهام جدا في توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية لأغراض التنمية، التنمية طبعا بكل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لغير ذلك. في هذا المؤتمر بالحقيقة تم التطرق لأهم القضايا الإحصائية يلي بتهم الوطن العربي والأجهزة الإحصائية العربية، أهمها هي التنمية المستدامة، مؤشرات التنمية المستدامة يلي وكيفية معالجتها من قبل الأجهزة العربية، وكيفية تعاون هذه الأجهزة لإنتاج إحصاءات قيمة وواقعية وعلمية تفيد مختلف القضايا الوطنية. حقيقة المؤتمر هذا الدورة 47 للمجلس أمناء المعهد العربي للتدريب الإحصائي، اللي هو أحد منظمات العمل العربي المشترك اللي تعنى بتطوير دعم الأجهزة الإحصائية في الدول العربية في مجالات مختلفة. حقيقة الاجتماع يعني تناقش برامج وأهداف استراتيجية المعهد في الفترة القادمة 23-24 للتعرف على هذه الأنشطة والتداول حولها والتفاكر حول أهمية تنفيذها دعم لتطوير الأجهزة الإحصائية في الدول العربية. حقيقة الإحصاء هو كما تعلمون يعني مشكل الأساس والركن الأساسي في التخطيط السليم واتخاذ قرار، لما المعلومة من أهمية والإحصاءات من دور بارز فيما يتعلق بتوفير الوضع الحالي للقطاعات الاقتصادية، خاصة القطاعات الزراعية التي لها دور كبير جدا في دعم الاقتصاد العربي بمختلف مناحيه، خاصة في مجالات الأمن الغذائي العربي. سوف يتم عرض التقرير السنوي في هذا الاجتماع وإقرار هذا التقرير، سواء كان من حيث الأمور المالية أو الأمور الإدارية أو النشاطات التي قام بها المعهد خلال الفترة الماضية، وطبعا الاطلاع على بعض التوجهات أو الخطة الخاصة فيما يتعلق بنشاطات المعهد في المرحلة القادمة على كافة الأجهزة الإحصائية العربية. ونحن كجهاز إحصائي في سوريا الحقيقة نعول على دور المعهد العربي للإحصاء، الدور الكبير الحقيقة لهذا المعهد، سواء من حيث التدريب أو من حيث التأهيل أو من حيث الدعم أو من حيث الموضوعات التي تعاني منها بعض بلداننا العربية أو الأجهزة الإحصائية العربية. والمعهد الحقيقة خلال المرحلة الماضية كان يعني لسان حال جميع الأجهزة الإحصائية العربية، وقد قدم العديد من النشاطات التي يمكن أن تسجل في سجله الخاص.